Hello everybody, I hope you're good and happy. السلام عليكم تلاميذ الأعزاء في أول حصة من باك 2021 من بعد ما درت فيديو تقديمي كنهضر فيه فقط على الوحدات اللي كاينة هاد السنة وكيفاش ممكن نتعاملوا معها من بداية السنة إلى يوم الامتحان الوطني ونكونوا متوفقين إن شاء الله هاته السنة. اليوم غادي يكون سي احد دروس اللي نقولوا ديال لا باز يعني قبل ما ندخلوا المقرر وغادي اليوم نشوفوا البريزنت سيمبل اور كان سي سيمبل بريزنت يعني من دروس ديال لا باز اللي كتكون في الاطار المرجعي واللي كتكون عندنا يوم الامتحان الوطني يعني نبداو الدرس ديال تينسز ا زيرو يعني من الاول ديالو اللي هو البريزنت سيمبل. اوكي ليتس جيت ستارتد ويز ذا بريزنت سيمبل فيرب تو بي and verb have. غادي نتعرفوا اولا على جوج ديال الاوكسيلي فيرس واخا راه كاين اكثر من جوج ديال الاوكسيلي فيرس في لونجلي غادي نتعرفوا على جوج لانهم غيبقاو تابعين بجميع التنسز اللي هما الفيرب تو بي والفيرب هاف بحال قلنا لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار او بريزون. اوكي نبداو بالفيرب تو بي اللي كنصرفوا في البريزنت سيمبل بهذه الطريقه هذه اي ام يو ار هي از شي از It is, we are, you are, they are. Verb have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. هادو هما التو اوكزيلي فيربس اللي عندنا تي الفيرب تو بي اللي غنحتاجو في البريزنت كونتينيوس غنحتاجو في الباست كونتينيوس يعني اي تنس في الكونتينيوس غادي يكون في الفيرب تو بي بالاضافه للفيرب هاف اللي غنحتاجوه في تنسز اخرين بحال البريزنت بيرفكت والباست بيرفكت والفيوتشر بيرفكت يعني اي تنس كيكون فيه البيرفكت الا وكيكون فيه الفيرب هاف كاوكزيلري فيرب. اوكي نو غادي نمشيو للقاعده العامه في البريزنت سيمبل اش كتقول يعني الفورم ديال البريزنت سيمبل او الفيرب في البريزنت سيمبل اش كيكون عنده. القاعده العامه كتقول لك ان الفيرب في البريزنت سيمبل كيبقى هو هو الا في ذا ثيرد بيرسون سينجولار يعني هي وشي وايت يعني كنزيدوه اس. فور اكزامبل I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. كما تلاحظوا هنايا ان الفيرب ذاتو اس فقط في هي وشي و ايت وهي كترجع على هو شي كترجع هي ايت كترجع على هو او هي لغير العاقل فيما يخص اي يعني انا يو انت او انتي وي نحن يو انتم and they هم او هن. يعني هنا ملي كنهضروا على القاعده العامه باش تقول لنا نزيدوا اس هي شي ايت نفس الامر غادي ينطبق على الفيرب بلاي اي بلاي يو بلاي هي بلايز شي بلايز ايت بلايز وي بلاي يو بلاي ذي بلاي. كذلك الامر ينطبق نفسه على الفيرب فيزيت ولايك نقولوا فيزيت اي فيزيت يو فيزيت هي فيزيت شي فيزيت ايت فيزيت وي فيزيت يو فيزيت ذي فيزيت. ذا سيم وذ لايك I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. إذا القاعدة العامة تقريبا 90% من لي فيرب عندنا في اللغة الإنجليزية كياخذوا هذه القاعدة العامة ولكن لكل قاعدة عدة استثناءات. من كنهضروا على اللغة الإنجليزية أن كل قاعدة عندها عدة استثناءات وغنبداو بالاستثناء الأول في حالة So here to talk about exceptions, spelling of the third person singular forms. Verbs ending with consonant plus y, change y for ies. هنا ملي كيكون عندنا شي فيرب عنده في الاخر ايكغيك وقبله كونسونانت يعني ما تكونش قبله فايل بحال مثلا شنو هما الفاوز اللي عندنا في لونجلي اي 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 او يو الا كان ايكغيك وقبلها واحد من هاد الفايز كنزيدو فيه شي ايت غير اس ولكن الا كانت ايكغيك في الاخر وقبلها واحد من غير هاد الخمسه هادو كنقلبوا هذيك ايكغيك تولي اي اي اس. اوكي وي تشينج واي فور اي اي اس بات وير هي شي ات ولكن غير في شي ات اما في اي ولا وي ولا يو ولا داك يبقى الفعل هو هو. ندوزو استثناءات الاخرين فيربس اندين ويد اس ولا ممكن نقولوا دابل اس ولا زد ولا سي اتش ولا اس اتش ولا اكس ولا او يعني اي فيرب الاخر عنده دبل اس ولا زد ولا سي اتش ولا اس اتش ولا اكس ولا او اش كيوقع في شي ات كنزيدوه عوض ما نزيدو غير اس كنزيدو اي اس يعني اه اس. اكزامبل ميس في شي ات غنقولو ميسز اما اي وي يو دي غتبقى ميس نيد. مثلا الواتش ميس هي افتقد واتش يعني شاهده يعني عاوتاني في واتش هي شي ات غتكون واتشز
واتشز. كذلك الفعل واش يعني غسله، في شي ايت اي ولي واشز واشز. اما في اي وي يو دي غيبقى الفعل كما هو. بالنسبه للفعل فيكس يعني اصلح، ثاني اي فيكس يو فيكس، هي شي ايت غتكون فيكسز. كذلك مع الفعل جاو، فهي شي ايت غتكون جاوز، يعني هادو كامل زدناهم اس يعني اي اس ان انجلش. هادو هما الاستثناءات تقريبا ستة اللي كاينه، زائد ديال اكراك اللي هو سبعة. قلنا الا كانت اكراك في الاخر قبلها كونسونانت ماشي فاول، كنقلبوا لك اكراك تولي اي اي اس، وغير في شي ايت. اما في اي وي يو دي كيبقى الفعل في البريزنت سيمبل هو هو. تو اكزامبلز اخرين، فور اكزامبل ستادي، اي ستادي، يو ستادي، هي ستاديز، شي ستاديز، ات ستاديز، وي ستادي، يو ستادي، دي ستادي. اي ستادي يعني انا ادرس، يو ستادي انت او انت تدرسين، هي ستاديز هو يدرس، شي ستاديز هي تدرس، ات ستاديز هو مثلا قط ولا مثلا مشاء او شيء، يعني نقدر نقول اي حيوان او شيء من القبيل. اوكي اي حيوان او شيء من القبيل، يعني نقولوا ات ستاديز هو يدرس او هي تدرس. وي ستادي نحن ندرس، يو ستادي انتم تدرسون، دي ستادي هم او هن يدرسون يدرسن. Miss, I miss, you miss, he misses, she misses, it misses, we miss, you miss, they miss. Mix, يعني خلط. I mix, you mix, he mixes, she mixes, it mixes, we mix, you mix, they mix. Watch, I watch, you watch, he watches, she watches, it watches, we watch, you watch, they watch. الverb wash كيف ما شفنا قبيله. I wash, you wash, he washes, she washes. It washes, we wash, you wash, they wash. Verb do, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Okay, يعني دائما كنزيدو اس. اي فيرب عنده في الاخر واحد من السته كنزيدو اي اس، يعني اس. So nice. شوفوا examples. I study English every week. She misses her grandma. John watches TV every day. Jane goes to school every day. Ziad plays football every Sunday. Mamoun visits his grandparents every weekend. He washes his car every month. We like Morocco. You go to the cinema every week. هادو فقط examples. Okay. بالنسبة للإشارات الزمنية اللي كتكون مع الـ present simple ولا time expressions، هما every، every مع اي time، سواء every day، سواء every week، every month، every year. Every day كتعني كل نهار، every week كتعني كل اسبوع، every month كتعني كل شهر، every year كتعني كل سنة. وتقدر تكون every Monday، كل اثنين، كل ثلاثة، انت المهم every مع time. Number two adverbs of frequency. Adverbs of frequency هما always يعني كتعني دائما، usually يعني كتعني غالبا، often أو في غالب الأحيان، often كتعني غالبا، sometimes كتعني بعض الأحيان، rarely كتعني نادرا، hardly ever كتعني نادرا جدا، never كتعني jamais. Number three رقم ثلاثة، إشارة زمنية رقم ثلاثة هي once ولا twice، مثلا once a day مرة في النهار، ولا twice a week جوج المرات في الأسبوع، ولا three times a month ولا four times and so on. أوكي يعني جوج المرات، ثلاث المرات، أربع المرات في الشهر، في السيمانة، في النهار and so on. أوكي هذيك once و twice هي اللي تبقى عاقلين، ثاني مرة جوج مرات. أما بعد هاد مرة جوج مرات كدير العدد، كدير حدا تايمز كتولي هو عدد المرات، مثلا خمسة ديال المرات five times a month، مثلا I travel to Marrakech five times a year، كنسافر لمراكش خمسة المرات في السنة. هادو هما الإشارات الزمنية اللي غادي نشوفهم أنا اليوم الامتحان الوطني، ونصرف الفيرب في البريزنت سيمبل، لأن السؤال كما قلت وأقول هو put the verb between brackets in the correct tense. سؤال كيخسروا عليك يوم الامتحان الوطني هو صرف الفعل في الزمن المناسب، وغادي يكون عندك ديك الساعه 8 ديال الازمنه خاصك باش تفرق بيناتهم بهاد تايم اكسبريشنز. الجمله اللي شتي فيها واحد من هاد الاشارات الزمنيه ديال present simple غتصرف في present simple. كذلك present continuous عنده الاشاره الزمنيه ديالو، وكل تانس عنده الاشاره الزمنيه ديالو، وغادي نشوفهم one by one. الان غادي ندوزو للتمرين، لانه لابد من البراكتيس اولا، من بعد المشاهده ديال الدرس خاصني نكتبو ونراجعو ونوقف الفيديو حتى نخدم التمرين ونبداو التصحيح. اوكي نبداو دابا التصحيح ديال التمرين اللي عندنا هنايا.
كجزء من البراكتيس، وفي نفس الوقت اننا كنغنيو الرصيد المعرفي ديالنا. ما تنساوش ان التمارين كيكونوا في جرامر انهم كافيين انكم تهزوا منهم اكبر عدد ممكن من الكلمات والجمل اللي غتعاونكم في الكتابه ديال الرايتينغ، وايضا الفهم ديال النص يوم الامتحان الوطني. اوكي، نمبر 1، they visit us every day. هنا عندنا داي اذا الفيرب ما كيتبدلش نهائيا. اوكي، نمبر 2، هي misses his parent. هنا عندنا هي قلنا ولا شي ولا ايت، الفيرب عنده في الاخر دابل اس كنزيدوه اه اس، هي misses his parent. نمبر 3، she always teaches me new things. هنا عندنا سي اش عند الفيرب teach يدرس. اوكي، اذا نزيدوها ثاني اه اس، we say in English اي اس. نمبر 4، جون travel to Paris every Saturday. هنايا غنزيدو غير اس، وجون هنا كتعود على اي، اذا غنزيدو travel غنزيدو اس، travels to Paris every Saturday. هنا سطرو على هذيك every، اوكي every Saturday هي اللي غنشوف نهار الامتحان الوطني، ونصرف فيرب في البريزنت سيمبل. نمبر 5، he washes his car every week. he washes هنا عندنا في الاخر اس اتش، so we add es، دونك كنزيدو اه اس، his car every week. نمبر 6، جين كتعود على اسمية ديال البنت، كتعود على شي، works every day، اذا نزيدو اس الفيرب work. نمبر 7، he often tells us funny stories. هنا تزاد اس، علاش؟ حقاش كاينه هي. نمبر 8، we live in Rabat. نقطن بمدينة الرباط، يعني هنايا عندنا فيرب لي وعندنا وي، دونك ما غنديرو حتى شي حاجة. نمبر 9، she never helps me with homework. she never helps، ما عندنا شي، إذا غنديرو الفيرب اس. نمبر 10، you play soccer once a week. هنا عندنا يو، دونك الفيرب ما غاديش يتبدل. نمبر 11، she goes، هنا عندنا او في الاخر غنديرو اي اس، لحقاش عندنا شي، she goes to London twice a year. نمبر 12، she goes shopping with her brother every Saturday. نفس الفيرب عاوتاني، عندنا شي. نمبر 13، we sometimes use a dictionary in class. هنا use ما غاديش تبدل، لأن عندنا subject pronouns we. نمبر 14، my friends study Italian at their school. هنا ما غاديش نبدلو study، لأن my friends أصدقائي كتعود على they هم، إذا غيبقى الفعل هو. نمبر 15، school finishes at 3 o'clock. دراسة كتسالي مع 3 قليل، هنا finish غنزيدوها ES يعني اه اس، لأنه عندنا school كتعود على it finishes يعني كتشي. نمبر 16، you live near me، يعني كتكون حدايا. هنايا you live، هنا you ما غادي نبدلوش الفيرب، لحقاش كاين subject pronouns you، يبقى live. نمبر 17، he likes rap music. هنا الفيرب غتزادو اس، لأنه عندنا subject pronouns he. she does her homework before dinner. هنا غتزاد اي اس الفيرب، لانه عندنا شي وعندو في الاخر او. هذا هو التصحيح ديال التمرين، ونتمنى انكم تكونوا استفدتم مزيان، وكذلك انكم تكتبوه. اوكي، لانه لما تكتب التمرين يعني هذا راه ما كاينش البراكتيس، وهذا يخلي المشكل دائما ابدا. لهذا عند فهم الدرس لابد من كتابته وكتابه التمرين، يعني العمل بالتمارين، لانه يعني بدون تمارين لا يمكن ان نستفيد، ولا ما يمكنش اننا يعني نثبتوا هذاك الدرس، خصوصا اننا ما غندوزو الامتحان حتى لشهر 6 كيف قلت. تحياتي لكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم الخاص بدرس جديد، ولا يكون هو البريزنت كونتينيوس، لان في كل حلقه غادي نهضروا على واحد التنس جديد، باش نمشيو يعني بلا باز هو الاول، وديك الساعه ندخلوا الدروس ديال المقرر ان شاء الله. تحياتي لكم، واراكم في الفيديو القادم.